بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيد. اليوم مع مراجعة توزيع اسمه ماكلو ما أدري صراحة يعني اسمه من هذا القبيل. تمام. التوزيع هذه زي ما تقولون جميلة جدا. طبعا أرسل لي إياه واحد على بريد الطلبات تحت موجود اللي يبي يدرس يبي توزيع بشيء أرسل لي تحت. ما أقدر أقول اسمك لأنك ما سألت اسمك. ما عندي إلا ميلك. تبين أقول ميلك؟ عادي أقول ميلك. عادي. ما تقول شيء. طيب اوكي وش بسوي؟ ايه بسوي مراجعه توزيع. توزيع هذه رهيبه، تحمل بساطه الشكل، بساطه التصميم، تمام، الالوان الطبيعيه اللي تخلي الواحد تنفتح نفسه كذا وده يا شيخ يحاله روحه مع اقرب دريشه على اقرب تبيس، تمام، من الوناسه. طبعا هذه واحده من الخلفيات. المميز بقى انه مليانه حاجات التخصيص. اللي يحب التخصيص يحب التشكيل التوزيع هذه صديقتك. تجيب اكثر من واجهه رسوميه. انا اخترت XFCE، بحمل KDE، فشوش موضوع اذا في شيء جديد بسوي له مراجعه. طيب طبعا في جنوم، في انلايتمنت، في حاجه ثانيه. اوكي خلونا ندخل مباشره بالتوزيع. التوزيع مبني على ديبيان، تمام، اعتقد ممكن تكون مبني على LMDE اللي هي لينكس مينت، لان فيها برامج بحقه لينكس مينت، تمام، زي مدير التحديثات والى اخره. مليانه برامج، مليانه، وشيء طبيعي لما تكون مليانه برامج فيها برامج محتكره. يعني لو استخدم توزيع هذه يمكن بحذف نص البرامج الموجودة معه، لأن البرامج كثيرة. ولكن اتهم بعض المستخدمين أنه يقول أبي برامج تكون مليانة، عندي إنترنت بطيء يا أخي ما قاعد أحمل برامج، خلت تكون مليانة. فتوزيع مليانة برامج أساسية ترى، يعني زي ما تقول مغطية جميع احتياجات المستخدمين. انصدمت أنه فيها برامج صارت الناس ما تستخدمها، زي برنامج سكرينلتس. إذا أنتم ما انتبهتوا لحد الحين، شايفين الساعة هذه؟ شايف شلون تلعب؟ هذه الساعة من برنامج سكرينلتس. لاحظوا أنه فيها كومبس، الموضوع فيه كومبس، داخل فيه كومبس، تمام؟ فالتوزيع هذا أيضا فيها كومبس. راح أتكلم الحين عن كل شيء. أول شيء سطح المكتب، لو ضغطنا بالزر اليمين غير يجينا غير خلفيات، بتحصل خلفيات كثيرة. بغض النظر عن بعض الأشياء العقائدية، كويتس، تمام؟ وبعض الأشياء قلة أدب، فيه خلفيات قلة أدب، تمام؟ إلا أنه فيه خلفيات حلوة. مثلا خلينا نختار خلفية غير الجحذي. تن 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 زي دي مثلا. اوكي هذه تخفي حلوه. طبعا اذا حاب تغير من بين الكومبز او من بين مدير النوافذ الافتراضي، اذا بتختار كومبز اللي هو فيه مؤثرات زي هذه، وفي مؤثرات الشفافيه، في ايضا سطح المكتب شايف شلون تقدر تقلبه، تمام، مدير راس المكتب 10 و2. اوكي ففي حاجات حلوه. اذا حاب تستخدم كومبز اكتب هنا كومبز ريبليس، بس هذه خل اكتب لكم اياها، كومبز ناقص ناقص ريبليس، انتر. هذه راح تخليك تستخدم كومبس. اذا انت ما تحب المؤثرات اوكي ممكن تستخدم مدير الافتراضي اللي هو XFCE XFW. اوكي هذا XFWM for replace، تمام، انتر. هذا راح يخليك تستخدم الاطارات او المؤثرات العاديه. زي ما تلاحظ الاطار اللي كان قبل شويه موجود الشفاف راح. عن نفسي بستخدم كومبس، فرصه كومبوز ريبليس، تمام. اوكي بسرعه بنمر على البرامج لانه التوزيع هذه طريقه تثبيته فيها شوي غرابه، عشان كذا التوزيع هذه يعني ابى اشوف شلون نثبت مع بعض. طيب نروح البرامج. البرامج اللي قلت لكم كثيره، تمام. لو رحنا مثلا البرامج ما احنا بالاكسسوارز مليان صراحه، ما في شيء معين اقول لكم عنه غير برنامج سكرينلتس مثلا. هذا حلو، هذا يضيف لك اشياء على سطح المكتب، بطاريه كم باقي، التقويم، ممكن تحط طبعا ما عليك انك تسوي دبل كليك، تمام، او ممكن تحط على علامه صح هنا ثم تظهر لك الشغله على سطح المكتب ما دون راحت ذي. اوكي هذه الساعه. طبعا حتى الساعه نفسها فيها ثيمات، ممكن تختار جلاس، تمام، زي ما شايف في حاجات كثيره. طيب اوكي نجي هنا الحين على، طبعا خلصنا موضوع الاكسسوارز. في كونكي مانجر اللي حابين يستخدمون الكونكي، تمام، فممكن تستخدم الكونكي من هنا. اوكي بريفيو ما راح الكونكي. اوكي فهذا الكونكي، تمام، ممكن تستخدم الكونكي على سطح المكتب. بس ما ادري صراحه شلون اقدر احطه بسطح المكتب. طيب ايوه ممكن احط عليه علامه صح. مكتوب سينمان هنا. طيب فين ممكن يكون شيء صغير هنا ولا عموما هذا هو، تمام، ممكن تختار الاشياء اللي تبي ويطلع لك سطح المكتب. اوكي شوف طلع هنا شيء. طيب ايش عندنا بعد من الاكسسوارز الجايه مع غير هذا؟ وهذا في عندك برنامج فرايتي. برنامج فرايتي انا طفيته قبل شوي. برنامج فرايتي هذا حلو، تمام،
الغايه منه طبعا افتراضيا هو يشتغل مع توزيع زي ما انت شايف، يقلب الخلفيات، يجيب لك خلفيات جديده، يجيب لك لازم تكون ساعه هنا، يجيب لك بعض الاشياء اللي هنا مذكوره زي ما تقول اقوال تمام او اقتباسات يحط لك هنا ويبدلهم لك بين فتره والثانيه. البرنامج يجي يشتغل ومصغر وجنب شايفينه تحت موجود هنا تمام، ما عليك انك تضغط عليه وتغير بعض الخصائص عشان يعجبك. طيب برامج الالعاب مثلا جاي العاب كثير من ضمن ستيم اللي يحبون يلعبون، حاط لك برنامج بلاي اون لينكس اللي هو بالنهايه واين عشان فيه العاب تقطكبه، جرافيكس يبع على برامج خاصه بالتصميم، الانترنت، كروميوم، عندك جيت فلير جيت طبعا برضو برنامج مغلق هذا تمام، مدير التحميل عشان يلا عشان نشوف هو ما تقول لي زي داونلود مانجر اذا تعرفون داونلود اكيد تعرفون، ما هو انتم ما عندكم سالفه داونلود مانجر. كل يوم يجي واحد يقول لي عرضنا بديل داونلود مانجر، ما شفت بو شيء غريب صراحه. من راح ستيك افتح انا توي فاتحه شلون ما فتح الحين احسن مو بزين البرنامج اصلا. طيب الحين افتحت شوي ايس ويزل هذا برنامج متصفح، ثاندر بيد عشان قارئ البريد، ملتي ميديا مليان برامج يهمك، محول صوتيات، مشاهد اليوتيوب، محرر فيديو، مشغل وسائط، مصور الشاشه، محرك اقراص. بالنسبه للاوفيس في برامج كلبه جايه هنا زي كينج سوفت، كينج سوفت هذا برنامج مغلق بس انه ما يعني يشتغل على برمجيات حره، ليش مغلقه؟ الله اعلم تمام؟ يعني يستخدمون حاجات كثيره من ضمن اتش سبيل مثلا. فاحذفه وركب برنامج جبر اوفيس لانه اساسا هو ما يدعم اللغه العربيه، يعني ما تقدر تكتب عربي تمام؟ بالنسبه للاعدادات اول حاجه بسوي لو بستخدم التوزيع هذه بروح هنا وبغير الثيم، صراحه الثيم هذا الاسود بسوي لي قلق، فالثيم هذا حلو الثاني. لا جميل تمام؟ طيب من ضمن الاشياء اللي موجوده هنا ايضا بالسيتنجز في عندنا امرالد تمام؟ هو خاص باطارات النوافذ. اوكي اوكي كل اسمه امرالد امرالد تمام. طيب انا قلت امرالد لان اول مره نطقت بحياتي نطقت غلط ومسك باسمي زي انتم شايفين هنا ممكن نختار اشياء كثيره جدا. ما ادري في شيء رصاص يعني عشان يمشي مع اللون ما فيه. طيب نحط هذا اجل عموما لو دورنا بنلقى. ايش عندنا بعد سيتنجز في جي بارتد عشان تقسيم الاقراص. اوكي طيب خلونا نشوف شنو طقت في التوزيع. طبعا التوزيع زي ما انتم شايفين مليانه برامج مليانه حاجات جميله جدا تمام. انا هيك عن الايقونات والشغلات هذه. طيب خلونا نشوف البرامج مثلا عندك سي هذا مدير البرامج اللي هو حق المنت. انا شاكنا بني على المنت اصلا تمام. هذا البرنامج خاص بالمنت او ما كله اوكي. طبعا ترى الباسورد نفس اسم المستخدم، لما تجي تشغل التوزيعه بيجيك اسم المستخدم كلمه المرور نفس اسم المستخدم. طيب فمن هنا تقدر تركب البرامج. وكيف نركب التوزيع؟ هذا هو الموضوع تمام. كويتس كلوك. طيب راح نجي نركب التوزيع من هنا لايف او لايف انستولر، تبي كليك عليه بلاحظ انه في لفه. طبعا هذا هو كلمه المرور زي اسم المستخدم، فراح تكتب ما كله. طيب انتر اوكي ستارت انستوليشن. طبعا هذا يذكرن بالارتش لينكس تمام، كانت نفس الشكل هذا تمام بس بدون الواجهه الرسميه بس كانت نفس الاعدادات تقريبا. يلا نبدا نختار المنطقه الزمنيه اسيا فورورد عدن عدن يلا يعني بالرياض بس خلي عدن ماشي بلاد العرب الاوطاني. طيب نختار من هنا الاعدادات اللغه الاشياء اللي بتكون موجوده. فانت ممكن من هنا تختار العربي السعودي وانا عربيك اس اي اوكي اختار هذا العربي. طبعا ضروري يكون عندك انجليزي اذا حاب تستخدم نظام باللغه الانجليزيه. اي ان شبي هذا حاطين عليه زد اي ما بي انا بركب اي ان مثلا الترميز يو اس مثلا اوكي فورورد. راح تجي هنا تختار ديفولت لوكيل الواجهه الافتراضيه هل تبي عربي ولا انجليزي. انجلش مثلا فورورد نا 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 نا. طيب اختار نوع حتى المفاتيح اتركه على ما هو عليه، غالبا افتراضيا يختار الشيء الصحيح اترك هذا على ما هو عليه. برضو هذا اترك زي ما هو عليه. ديفولت كيبورد لاي اوت هذا تبديل بوث لوجو كيز نو رايت الت كنترول اقول هذا اللي خلهم بس مو بلازم تمام. وش هذول مو بلازم بعد. تقدر تضيف خاصيه هنا موجوده مع البرامج اضافه تقلب على كيفك. اوكي هذه مهمه، هذه خيارات اذا انت ما اخترتها من هنا هو بيمشي بالطريقه الافتراضيه غالبا. طبعا هو كاتب لك فوق غالبا الناس تغير اسم المستخدم وتختار 13 اللي هو الهوست نيم، ولكن بالطريقه هذه ترى تفقد بياناتك لازم تنتبه وقد اعذر من انذر. لذلك اذا كنت تستخدم هوم منفصل حط علامه صح للهوم، اذا كنت تستخدم بوت منفصل انا ما استخدم بوت منفصل راح اترك البوت بدون ما اعدله
تمام. يوز اكزيستنج سواب بارتيشن حط عليه علامه صح لان عندك قسم على السواب فبنحط عليه علامه صح. اذا عندك اذا ما عندك قسم القرص من جديد تمام. حاب تشفر النظام عندك تمام. اذا حاب تشفره بتحط علامه صح ترى لازم تحط علامه صح على البوت تمام علامتك انا. واذا حاب تشفر الهوم تمام فلازم يكون عندك هذا برضه منفصل. فانا ما بحب اشفر بياناتي ولكن رايت راندوم داتا انكريبتد ممكن تستخدم هذا للسكيورتي بعد. Do not install bootloader, change host name, default, disable. طبعا هذه علشان اذا تبي الدخول تلقائي اذا حطيت صح بيصير بدون دخول تلقائي. اذا شلتها بيصير دخول تلقائي. Disable automatic connection console. اقول خلاص انا اعتقد انه 1 2 4 13 تكون بالسليم. اوكي راح يقول لك run gparted. ليش run gparted؟ علشان تقدر تقسم القرص الصلب اذا في عندك سياسه خاصه بالتقسيم. بالنسبه لي انا مقسم ومخلص تمام. عندي الاقسام هذه خلصت مقسم قفل. اللي ما يعرف شنو نقسم بالجيبارتد حطيت لك رابط تحت خاص بالجيبارتد. طيب هنا اقول لك وين اركب البوت لودر. راح اركبه على ام بي ار اللي هو ماستر بوت ريكورد. اوكي الان اقول لك وين الهارد درايف. اذا كنت مشغل فلاش ممكن تجيب فلاش هنا. الهارد ديسك عندي هو اس دي اي. اوكي طيب راح يقول لك انه هذه الشغلات اللي راح تصير بعد شوي صح صح. طيب هنا يقول لك اختر قسم الروت. قسم الروت انا بقسم بالاقسام عندي اثنين هذا الروت. اوكي راح اقص يقول لك اسالك عن شو اسمه نظام الفات اكس تي 4. بيسالك عن الهوم لاني حطيت علامه صح على الهوم بعد زي ما انت شايف. الهوم هذا هو الثالث تمام. برضو اختر اكس تي 4 تمام. اذا تبي تترك البيانات على ما هي عليه هذه ما ادري بس ممكن تترك موضوع الهوم يعني تشيل علامه الصح عنه وتمشي الموضوع. اوكي اوكي هذا راح استخدمه عن السواب. يقول لك you did not choose the swap partition. اوكي ما علينا منه. هنا ممكن تغير اسم الكمبيوتر عندك معك الان بخلي على مهل اسم التوزيعه تمام. proceed with installation. الان راح يبدا بنسخ الملفات close window. اوكي الى ما يخلص هذا ويعاد التشغيل يكون ركبت التوزيعه. التوزيعه رهيبه 10 على 10 صراحه. كل شيء موجود خصائص تفصيصه جميل جدا وبسيط. راح اسحب كل حاجه وراح اجيبه لكم. يلا في امان الله.